سهل انك تكون انسان عظيم، فقط احلم، تعلم، اقرأ واصنع انسان عظيم ما يرضى الا بالمركز الاول. لا توقف، لا تستسلم. اذا تفكر ان قراية كتاب واحد شيء صعب، شوف اللي يقرون 50 كتاب. واذا تعتقد ان درب العلم طويل، شوف اللي يمشون ورا حلمهم 1000 ميل وميل. وان كنت تظن انك اغنى من انك تتعلم، شوف اللي ولا درهم يملكون. اللي يستغنى عن العلم يستغنى عن المجد ويستغنى عن الوطن. لا تخاف من حلمك، لا تخاف من هدفك، بس خاف على وطنك. كون عظيم، كون علم، كون انت الوطن.